رخيصة وسهلة ومتوفرة. إفطار صحي وتقليدي، أسلوب حديث تتبعه عديد المدارس لتوعية الطلاب بأهمية وجبة الإفطار والتركيز على الصحي منها، إضافة لتعريفهم بالتقليدي منه، بعد انتشار منتجات غذائية تحتوي على مواد حافظة وكثر إقبال الصغار عليها وعلى الحلويات. ومدرسة الزهور بعنزارة في طرابلس إحدى هذه المدارس. هذا الألبان عندي النشويات اللي هي زي الخبزة، زي الخبزة بنواحة، والأفضل تكون طبعا خبزة أسمر. بعد النشاط الصباحي واستعدادا لساعات من الحصص الدراسية، يقبل هؤلاء لمتابعة ماذا جهزت له بالمدرسة على طاولة الإفطار قبيل ولوجهم لصفوفهم، ومن خلال الشرح يتعرفون على الإفطار المناسب لأبدانهم، فالعقل السليم في الجسم السليم. نمدارين برنامج صغير اللي هو تعريف التلاميذ بالأكل الصحي والأكل الغير صحي برضو. الغرض منا تعريف التلميذ شنو الحاجات اللي ياكلها رغم الظروف اللي عايشة فيها البلاد، والحاجات اللي يبعد عليها، والحاجات اللي هي تضر بصحته. بين الظروف المعيشية وواقع فرض نفسه على الأطفال ويتعايشون معه، تحاول هذه المدرسة تصحيحه بالوعي وبالأسلوب في نموذج يرقى بالمجتمعات ويحسن سلوكهم، وهو اتجاه تسعى هذه المدرسة للوصول إليه من أجل بيئة صحية أفضل لجيل الغد.